انطلق برنامج الجوهر هيدي السنة بهدف تدريب الشباب على أبرز مهارات الحوار، وخلال أوضاع كورونا الاستثنائية كان عم بينعمل البرنامج أونلاين مع مختلف فروع لوياك من الكويت، الأردن ولبنان. بيصادفنا اليوم نهار مميز كتير، حنكون عم نختتم فيه سلسلة ورش عمل مع الإعلامية رانيا برغوت، ونقابل الفنان المخضرم جورج خباز. حينضموا لنا المشاركين من لبنان مباشرة ومن الكويت والأردن عبر الإنترنت. فلسفية ما بدها تكون بالعمل، لأنه ما بيكفي يكون فكرة، العمل الفني تكون فكرة وفكرة. أنا حابة أعرف وأتعرف عليك أكثر، يعني من وين جبت هذا الفكرة؟ هذا العالم يعتبروك فنان من أول طلعتك ما شاء الله. هو لأنه لازم تطلع كل درجة درجة، لأنه كل مرحلة بتعلمك بتخمر فيك خبرات لتفيدك بمرحلة تانية. بينين أول شيء شغوفين حابين اللي عم يعملوه، أسئلتهم محضرة، بينين مستفيدين كتير من ورشة العمل مع رانيا، وأنا سعيد فيهم، حسيت أنه هيك ببشروا بجيل مثقف من الإعلاميين، وإن شاء الله هالورش العمل بدنا نشوفها على طول لأنه نحن بحاجة. أهلا وسهلا فيكم جميعاً لبرنامج الجوهر، خلصنا أول دورة اللي هي دورة فن الحوار. بشكل عام فاق توقعاتي الحقيقة، فاق التوقعات، واعتقد يعني I give also the credit لرانيا، كان ورشتها يعني to the point. انه احلى شيء فيك انك ريحت جورج من اول سؤال، يعني فتت بطريقه كثير حلوه على اللقاء. المشاركين هالمره كانوا كثير كثير، حبيت التنوع اللي فيهم، حبيت قديش في عندهم حب وفضول، قديش في عندهم التزام، وقديش حابين المهنه، يعني حابين يصيروا مش عم ياخذوها هيك تسليه. هذا كثير حبيته بالكورس اللي اعطيته بلوياك. لألك لأستاذتهم بالوركشوب، وهني شاطرين كمان، فبدي أشكره لأحمد، شكرا كتير يا أحمد. البرنامج كتير حلو، خاصة أنه جابولنا رانيا برغوت كرمال تعملنا دربنا، كتير حبينا، وكتير منقول شكرا للوياك، وشكرا أنه جابولنا جورج خباز اللي هو نحن كلنا حلمنا أنه نقابله. الورشة مع رانيا برغوت كانت مفيدة كتير لألنا، لأنه قدرنا نفوت على كواليس الإعلام، كواليس الإذاعة، يعني عرفنا أسرار وأساليب منها، فنتشكرها كتير على هيدا الصفوف والدروس عبر الزوم. وهيك بنكون اختتمنا اليوم بعد هذا اللقاء رحلة من رحلات برنامج الجوهر. دورنا اليوم انه نتعرف اكثر على شخصية جورج خباز، وكان النهار حافل كتير. بتمنى انه بعد هيدا التجربة انه اقدر فوت على مجال الاعلام بطريقة اقوى، لان بالفعل اعطاني ثقة اكثر بمهنتي.